الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله كتاب القدر، قال باب. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس، محمد بن فراس البصري، قال أبو حاتم صدوق، قال أبو بكر بن الدنيا قال ثقة، قال حدثنا أبو قتيبة وهو مجهول، سلم بن قتيبة، نعم. قال حدثنا أبو العوام، أبو العوام، أبو العوام جاهله بعض العلماء، نعم. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي الثقة السبت الأمين من نوادر الحفاظ، روى له الجماعة، كان يرى القدر ويغمر في بحر حسناته. عن مطرف بن عبد الله الشخير رضي الله عنه وأرضاه، مطرف مطرف اعتقد عبد الله بن الشخير هو الصحابي، نعم، مطرف من خيار التابعين. عن ابيه رضي الله عنه، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: مثل ابن ادم والى جنبه 99 منية، ان اخطاته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. في الهرم ولا في الهرم؟ في الهرم، ماشي، الكبر يعني. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو العوام هو عمران وهو ابن داود القطامي. حديث واحد في الباب. هذا الحديث حديث في القدر أيضا، وفيه هنا الحافظ الحافظ قال عمران بن داود أبو العوام القطان البصري صدوق يهم، ورمي برأي الخوارج، رمي برأي الخوارج. عامة الحديث هذا الحديث حديث فيه ضعف، وإن كان حسنه بعض العلماء لأصول أخرى ولطرق أخرى، حيث في ضعف، وضعف يحتمل أنه لجهالة الراوي، لكن له شواهد، فمن حسنه حسنه لهذه الشواهد. الحديث يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية، إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. وأنا المعنى بأن أقدار الله لا نفع ولا تحوط بالإنسان، وأنا لا تتركه بحال من الأحوال. أصل ذلك هو التسلية للمكلف حتى يتسنى له أن يكون مستقيم العبادة، وأن يكون من أهل التدبر والخشوع والتذلل لله جل في علاه. والمعنى المعنى هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أنه لا تخطئه المنايا، بأنه أقدار الله تحيط به، وأنه سينزل عليه البلايا والرزايا، وأن هذه الدنيا لا يسفك درها بحال من الأحوال. ومن ذا الذي له الخير فقط؟ ومن ذا الذي لم يبتلى قط؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بامرأة قيل له بأنها لم تشتكي قط، قال: لا حاجة لي فيها، قال: لا حاجة لي فيها. الإمام مالك يقول: من لما يبتلى فليشك في إيمانه. ولما قيل للشافعي: يبتلى المرأة ميوكن؟ قال: لا والله لن يمكن حتى يبتلى. والمحن محاضر للمنح. والحق بأن الله جل وعلا قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والواقع يثبت ذلك، سيد البشر خير الناس أجمعين، رأيت كيف يتقلب في البلايا، وأنه بمكة اشتد الكرب والهم الخطب عليه حتى هاجر إلى المدينة، ولما هاجر إلى المدينة أيضا ابتلي بالمنافقين، فالبلاء جاء تترى. ولذلك لما جاء رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، إني أحب الله وأحبك، قال: انظر ما تقول، قال: إني أحب الله وأحبك، قال: إذا نعدد للبلاء تجفافا، أو قال: أعدد للفقر تجفافا. الغرض المقصود بأن هذه من البلايا التي تعتري الإنسان، وأن الإنسان يقع في البلايا، وأن البلايا تحوط به، ما من إنسان يخلو من ذلك بحال من الأحوال. والحكم في هذا عظيمة، منها تكفير السيئات، منها رفع الدرجات، من أن يكون ويصير المرء ذهبا خالصا أمام رب الأرض والسماوات، وأيضا منها الإصلاح كما في الحديث، وأن كان فيه بعض الضعف، لكن المعنى صحيح: إن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله. والله أعلم بما تفعلون، والله جل في علاه خبير لطيف خبير عليم بعباده. وهذه أيضا على سياق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر،
الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وسجن المؤمن لأنه تأتيه البلايا تترى. ولذلك يقول الإنسان في آخر الزمان أن الفتن تأتي تتلاحق، يصاب المرء بالفتنة يقول هذه مهلكتي، ثم تصغر في عيني فتأتي التي أكبر منها يقول هذه مهلكتي. ونسأل الله الثبات على إلى الممات في هذا الباب. فالمعنى هنا بأن البلايا تحيط بالإنسان ولا تتركه ولا تدع الإنسان بحال من الأحوال. ولو ضربت ببصرك بعيدة، انظر إلى حال الصحابة، انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلي بمكة ثم بعد ذلك لما كاد يمكن له مات أبو طالب، ماتت خديجة رضي الله عنها وارضاها، اشتد الكرب على الصحابة وأمرهم بالهجرة إلى الحبشة، اشتد التعذيب واشتد النكال، وأيضا حدثت بعض الردة، ثم تكالب أهل مكة واتفقت كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أن ذهب إلى المدينة واستهل فرحا الناس هناك، حدث ما حدث من تأليب اليهود وأيضا ظهور المنافقين، وكادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، فإن المنافقين اتفقوا مع اليهود وقد يعني اتفقت كلماتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت المرأة ودعت النبي صلى الله عليه وسلم على ذراع وحشت الذراع سما قاتلا، حتى قتل البراء أو قتل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، براء بن معرور قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قتل شهيدا نال الشهادة أيضا، لأنه قال ما زال السم يعني يظهر ويؤثر في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم. فالبلاء ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لما دخل على عائشة وهي تأخذ برأسها وتقول ورأسه، قال بل أنا ورأسه، لأنت متي غسلتك وصليت عليك. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على الركوة ويأخذ قطرات الماء ويضع يده على رأسه ويقول سبحان الله إن الموت لسكرات، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع من على بعيره أو من على الخيل وجحشت فخذه بأبي هو وأمي، ومرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا حتى صلوا معه جلوسا عندما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالبلايا ما تترك العبد بحال من الأحوال، البلايا ما تترك العبد بحال من الأحوال. وهذا كما قلنا النسق كأنه خبر يراد به الإنشاء، إن البلاء لا تنقطع عنك فعليك أن تتقي الله وترضى، لقول سلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن سقط فعليه السخط. يقول ولو نجوت من البلايا، أصابك الهرم أو الهرم، أصابك الكبر، والكبر فيه ما فيه، وكان يستعيذ سلم منه، وأيضا فيها أنه لا بد أن يقع البلاء على الإنسان من قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، لكن هذا البلاء العافية أوسع، ليس لعبد أن يتمنى البلاء بحال من الأحوال، ليس، وهذا اسمه فقه التعامل مع البلاء. إذا كانت المنايا تحيط بالإنسان فله فقه في التعامل، الأولى أن يدعو الله بأن لا يبتلى، ما أحد يضمن نفسه بحال من الأحوال. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من تعليمه للعباس بالدعاء أسألك الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، فعافية الله أوسع، فالعافية أوسع. فالفقه الأول أن يتمنى العافية وأن يدعو الله بالعافية، أن يدعو الله بالعافية. والثاني إذا وقع البلاء فعليه أن يصبر، وعليه بالرضا، وعليه أيضا بمدافعة الأقدار. قال أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. فقال أفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذا فقه أيضا التعامل مع البلايا. ومنها أيضا يدعو الله تعالى بالثبات والسداد وأن يلقى الله تعالى في علاه على الإسلام. ثم قال فإن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وكان يستعيذ بالله من الهرم، لأن الإنسان إذا كبر كان عال على غيره ويحدث معه ما يحدث، وأيضا ضعف البصر وضعف البدن وهذه مسائل قد يعني شوف أنت الأم تحتمل طفلها الصغير وتتمنى كبره، لكن لما يكبر أولاده يتمنون موته، وتراه يعني يذهب تارة هنا وتارة هنا ثم دار المسنين ثم يحدث له ما يحدث من خرف. ولذلك كانوا يخشون أيضا، المحدثون كانوا يخشون على أنفسهم من الاختلاط آخر في آخر العمر. زي كان سلم يدعو الله في علاه ويستعيذ من سوء الكبر، كان سلم يستعيذ من سوء الكبر. ولكن نقول بأن المنايا وأن البلايا لابد أن تحيط بالإنسان، الدنيا لا يصفو قدرها بحال من الأحوال. هذه الدنيا لابد أن يكون فيها اللهواء ويكون فيها المشقة ويكون فيها الشدة ويكون فيها البلايا، وهذه البلايا كما قلنا من الحكم العظيمة بها هو تكفير السيئات،
الإنسان لا ينفك عن سيئة ولا ينفك عن معصية. فالبلاء هنا مطهر لهم، البلاء هنا مطهر لهم، وأيضا فيه رفعة للدرجات، لأن البلاء على الأنبياء رفعة لدرجات الأنبياء. هذا آخر ما يقال في هذا الحديث، وهو كما قلنا سياقه يدل على أن الإنسان لا ينفك عن بلاء، ولا بد أن يتفقه كيف يتعامل مع هذا البلاء، ولا تسخط على قدر الله جل في علاه. نقف عند هذا، نسأل الله في علاه أن ينفع بها. الفوائد المستنبطة: البلاء مرافق للعبد، لا ينفك عن البلاء، لا ينفك. نعم، عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء لأنها سراء والضراء، شكر فهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وذلك له خير. والمسألة كلها طالما تتعلق بالقدر، فهنا عمر الخطاب كان يقول يعني لا أعبأ على نعمة أم على بلية، ففي كل عبادة. فالمسألة في القدر أنه ينظر فقط ما الذي يرضي الله، ما الذي يرضي الله فيسعى لفعله. نعم، من الفوائد الخبر الذي يراد به الإنشاء. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم من حال المرء وإنشاءه، يعني اصبروا أو عليكم بالرضا بالقدر بالله. ولذلك المصنف كان ذكيا جدا في مسألة الترتيب، رتب الباب الذي بعده كان وقال وهذا يقول لك إلى ذلك، رتب قال باب ما جاء في الرضا بالقضاء. فهذا خبر رد به إنشاء، والإنشاء هنا معناه الرضا، الرضا بالقضاء، الأمر بالرضا بالقضاء. أين موضع رد على القدرية؟ هو خلاص لا تدخل في هذا الباب، أنا عارف أنك ستقول هذا، ما في إشارة عليه. قال حتى تأتي منيته، قال وقع في الهرم حتى يموت. لا، المنايا هنا معنى البلايا، معناها البلايا. لو معنى الموت ما قال حتى يأتيه حتى يموت، لو معنى الموت ما قال حتى يموت، فهنا معناها البلايا. في بعد في الرد على القدرية. نعم، الإشكال هنا قال الهرم، وقع في الهرم كأنه بلاء، والصحيح أن المقصود به إيش؟ هذا عام من باب العام الذي يراد به الخصوص، يقصد بذلك سوء الكبر. ولذلك السلام لما استعاذ من سوء الكبر، من أرض العمر، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم على طوبة لمن طال عمره وحسن عمله. نعم، ده على إيش؟ وده على أنس بطول العمر وحسن العمل. طبعا لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الشاة مسمومة أم لا؟ نعم، ها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أن الشاة مسمومة، لكنها تكلمت، يعني لما نهس منها نهسة تكلمت وقالت إني مسمومة. في البداية ما كان يعلم، فلاكها النبي صلى الله عليه وسلم ثم لفظها بأبي هو أمي. نعم، يقول لماذا الجار إذا نزل في جوفه الماء يعيد معذرة؟ لأن المسألة مشهورة جدا، ليست المسألة من 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 الخفاء بمكان، مشهورة جدا عند الناس والعوام. نعم، يقول هل تتفضل علينا بشرح رسائلك الجامعية؟ طيب، أنا كنت شرعت في شرح الماجستير لفقه المعاملات في سورة البقرة، وكتاب صراحة للشيخ الزحيلي لما قرأها يعني أبدأ يعني إعجابا، ألبسني ثوبا أوسع من ثوبي، ثم قدم لها بتقديم كما قال، وقدم ليس بن سعد أيضا، قدم لها تقديمة طويلة وقال أنا أنصح أنه يمر هكذا، لو كان هذا الفقه هكذا يمر على جميع سور القرآن، ولا أترك سورة إلا ويثبت فقه المعاملات فيها. فليتني أخذ بنصيحتي يعني إن شاء الله. في قوله صلى الله عليه وسلم، سنفعل إن شاء الله دكتور تامر، بس دعنا الكتب الستة هي أهم شيء عندنا الآن. تفضل. في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة، لما قال بالاستطاعة والأصل الجزم؟ ما أروع هذا السؤال. نعم،
هو الآن هذا السؤال خرج مخرج للتحفيز لزيادة الحرص، لأنه قد ينام المرء عن الصلاة ويكون معذورا بالنوم، فكأن الإنسان قال انتبه انتبه وخذ بكل الأسباب واحرص، فإن فضيلة هذه الصلاة ثمرتها هو أن تتمتع بعظيم النعيم بالنظر لوجه الله الكريم، فيكون الأصل هنا التحفيز، نعم، زيادة الحرص حتى لا تصيبه الغفلة. نعم نعم، يدخل في ذلك الجماعة الثانية، كل ذلك يدخل ما لم يخرج الوقت. لو أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك وينزل تحت عموم الحديث، لكنها مراتب أيضا. هذا استفهام من الأخ وليس خبرا. يقول لماذا لا يكون على هدم وجوب على عدم وجوب صلاة الجماعة؟ لم يذكر فيها الجماعة هنا، وقال فإن استطاع منكم ألا يغلب ألا تغلبوا على صلاة العصر صلاة قبل طلوع الشمس، لم يذكر الجماعة هنا حتى. هل تدرك الجماعة بركعة أم بتكبيرة الإحرام؟ الجماعة تدرك الجماعة بالتشهد الأخير، قال صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، على الراجح الصحيح طبعا، وإن كان قول آخر بأنها تدرك إلا بالركوع من آخر ركعة، قال صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، في رواية قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، لكن هذا هذا على التحفيز بالركعة، ولأن الصلاة هنا المقصود بها الركعة، وإلا فالصلاة جاء فيها ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول ذكرت شيخنا أن الطلاق بائنا في لا إلا في حالتين ولم نسمع التكليف. قلت لا يكون طلاقا بائنا إلا في حالتين، في الفداء وفي الإيلة، في الفداء وفي الإيلاء. نعم. يقول شيخنا سلمك الله، هل العجز بيض الله وجهك شيخ إبراهيم، قول عن الطهورين كفاقد الطهورين؟ نعم، حكما وحقيقة، فاقد الطهورين حقيقة والعارز يكون حكما، نعم، فيصلي حسب حالي ولا يعيد على الراجح الصحيح عند أهل التحقيق. الفداء المقصود بذلك هو الخلع، أنها تفتدي بنفسها، قال الله جل في علاه فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا المقصود به الخلع، اللي هو ترد عليه مهره أو زيادة. نعم والله هذه شريعة غراء سمحة صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم وأن يحسن إليكم وأن ييسر علينا وعليكم وأن يجعل ذلك متقبلا وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. اعلموا وأعلم معكم بأنه ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل، وإن الله قد حسم الأمر مع نبيه ومع أصفيائه وأوليائه وأنبيائه حين قال لئن أشركت ليحبطن عملك، قال عن الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وحذر الجميع أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نسأل الله أن يهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، نسأل الله أن ينبت في قلوبنا الإخلاص والصدق معه. أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة الجمعة من الجمعة، فقد ورد الآثار عن النبي المختار قال من صلى علي ليلة الجمعة من الجمعة فأكنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، وقال يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فأكثروا من الصلاة علي، قال فإن صلاتكم معروضة علي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزيتم الجنة جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.